وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة. دكتور وليد، بعد التحية، بدأت وزارة الصحة كما تبعنا في التقرير في تفعيل عملية الفحص المتنقلة للمواطنين العائدين من إيران خلال شهر فبراير الماضي. كيف تسير عملية الفحص المتنقلة دكتور؟ أول شيء مساكم الله بالخير، مساء الخير لجميع المشاهدين. في الحقيقة يعني الله يحفظ البحرين وأهلها، احنا فعلا فخورين بالكوادر الطبية الوطنية وروحها الوطنية العالية بمباشرة عملية الفحص المتنقل للمواطنين كما شاهدنا عامة في هذا التقرير للعائدين من إيران خلال شهر فبراير. نثمن كذلك الاستجابة الكبيرة من المواطنين العائدين من إيران خلال شهر فبراير، وكذلك أعلنهم بالاتصال على الرقم اللي هو 444، واللي نأكد أن العمل جاري كذلك لرفع الطاقة الاستيعابية لمركز الاتصال بسبب الضغط الكبير على تلقي هذه الاتصالات، واللي الحمد لله وصلنا إلى زيادة هذه الطاقة الاستيعابية أو الاستجابة إلى أن احنا حتى ما نأخر أي اتصال واحد، وكذلك بيكون هناك في تدشين للخدمة الإلكترونية. فلمكن هناك يعني الحمد لله بحسب ما خططنا له هناك استجابة وسير العمل كان ممتاز. هذه الوحدات المتنقلة للفحص وجدنا احنا أنها كانت أنسب أن احنا نكون موجودين مع المواطنين قريبا عامة من منازلهم بعيد عن تجمعهم سواء في المراكز الصحية أو في أماكن ثانية. أنسب وأخف للمواطنين أن نوصل لي عندهم للفحص ويتم جدولة هذا الفحص بمواعيد مسبقة للاتصال فيهم بسواء الهاتف أو بإرسال مسجات بأن سيتم عامة موافاتهم بالأخصائيين اللي موجودين في اليوم المعين في أوقات معينة. فتقوم هذه الوحدات المتنقلة اللي تم تجهيزها بأكثر المعايير أو بحسب المعايير الدولية الصحية، واللي حرصنا فيها أن يكون فيها سلامة العاملين وسلامة الناس مثل ما خبرت، لما تكون هذه الوحدات قريبة من السكن وليست عامة في أماكن خلينا نقول تجمع الناس فيها، بالعكس يكون هناك في ضمان لسلامتهم وصحتهم وعدم إصابتهم أو انتقال الفيروس. نعم. في حالة التأكد فلمكن الله من عدم إصابتهم بالفيروس بالفحص، يعني توصل السيارة إلى المنازل، يعني يجي المواطن للفحص ويتم فحصه وأخذ العينة وإرسالها لتبيان في المختبر هل الفحص كان سليم أو غير سليم. فإذا كانت هناك العينات الحمد لله يعني كانت سليمة فيتم إعطائهم كافة التعليمات والإرشادات التوعوية والتأكيد عليهم كذلك بأن هناك في أمور احترازية وغائية، فإن يظل الشخص مدة 14 يوم في البيت، وكذلك يعطى إجازة مدفوعة الأجل لمدة 14 يوم، وتكون هناك في متابعة من قبل الفريق المختص حفاظا على صحته وعلى سلامته. وإذا كانت النتائج عامة يعني إيجابية بالنسبة للمرض أو بالنسبة للفيروس بيتم اتخاذ إجراءات اللي تكون عامة بإدخالهم في سواء في العزل أو الحجر، وبيتم كذلك تقديم الخدمات اللازمة بالنسبة لهم. نعم سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة، الجهود مقدرة ومشكورة لفرق العمل القائمة لمنع وانتشار هذا الفيروس، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين بهذا المرض. دكتور وليد، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.